وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور سيد صبري، استشاري تغير المناخ والتنمية المستدامة. دكتور سيد، يعني بعد التحية، كيف قرأت أهمية هذه القمة في الوقت الحالي؟ الحقيقة هذه القمة تعتبر هامة جدا، لأنها تأتي في وقت مهم بخصوص التمويل لتغير المناخ، لأن الحقيقة التمويل ونقل التكنولوجيا من أهم أدوات مجابهة التغيرات المناخية، وكان دائما هناك يعني مشكلة فيما يخص أن التمويل ده يكون تمويل مستدام وعادل ويعني بالكمية المطلوبة، لأن دائما يعني آليات التمويل ما كانتش بتسمح للدول النامية بالوصول إلى التمويل المطلوب لدعم يعني مشروعات مجابهة تغير المناخ في هذه الدول. وطبعا حتى النظام التمويلي العالمي يعني ما هوش لا يؤشر لهذه الدول ايضا الوصول الى التمويل اللازم لمجابهة تغير المناخ، سواء في مشروعات تكنولوجيات صديقة البيئة منخفضة الانبعاثات الكربونية أو التكنولوجيات الخاصة بالتكيف مع تغير المناخ. مع النجاح الجديد اللي تم في كوب 27 في شرم الشيخ في العام السابق، وإنشاء القرار بإنشاء صندوق الأضرار والخسائر والتعويضات للدول النامية من المتضررة من تغير المناخ، فكان ضروري لازم يبقى في بحث عن تطوير آليات التمويل ونظام يعني جديد للتمويل على مستوى العالم. وهو هذه الجهود مستمرة بدءا من كوب 26 كوب 27، وحاليا هذه المبادرة الممتازة حقيقة مطلوبة، وسيتم البناء عليها في سبتمبر القادم، ثم حتى الوصول إلى كوب 28 وهكذا. والجديد في هذه المبادرة أنه برضك يعني مدعو فيها كل الشركاء من جهات مختلفة، سواء الدول المتقدمة أو الدول الغنية والدول متوسطة الدخل والدول النامية يعني النمو عندها ضعيف وهكذا، بالإضافة إلى يعني آليات التمويل المختلفة على مستوى العالم، عندنا الصندوق الدولي وصندوق النقد الدولي، بالإضافة طبعا يعني كان حضرة وزيرة الخزانة الأمريكية. يعني هنلاحظ هنا تجمع متكامل اللي بيدرسوا ايه الآليات المناسبة لبناء يعني نظام تمويلي جديد على مستوى العالم مستدام، يجابه ليس فقط المخاطر من تغير المناخ، ولكن ايضا المشاكل الدوليه زي ما قلنا الحاجات اللي على المستوى الدولي زي ما حصل في الكوفيد 19، يعني برضك المشاكل الاقتصاديه الناتجه عن زياده الديون والاعباء على الدول الناميه نتيجه المشاكل الاقتصاديه الدوليه يعني المتتاليه بدءا من الحرب الروسيه الاوكرانيه وزي ما قلنا الكوفيد 19 وسلاسل التوريد وتاثيرها. فكل ده كان مهم جدا يتم مجموعه من المبادرات الجاده بافكار يعني مبتكره اللي هو عشان يبقى هذا التمويل او اليات التمويل تكون اليات تمويل مبتكره، وطبعا فيها اكثر من اسلوب واكثر من طريقه، وفي دول عرضت يعني بعض خبراتها، يعني من ضمنها مصر عرضت يعني ازاي يعني طرحتها باساليب التمويل الجديده، بالاضافه الى ما قامت به من جهود لتصدي قضيه تغير المناخ والاستثمار الجيد
في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات الطاقة النظيفة والبنية التحتية. وكما أشار السيد الرئيس السيسي في تجربة مصر، واقتراحه أيضا بأن المشاركات التمويلية من الدول الغنية تكون في إطار عمل مع أفريقيا، مع الدول الأفريقية، في إطار عمل تطوير البنية التحتية بالكامل. يعني يبقى البنية التحتية الأفريقية بالكامل، وده هيؤدي إلى فعلا تطور كبير في قدرة الدول الأفريقية على مجابهة آثار تغير المناخ. حسنا دكتور سيد صبري، استشاري تغير المناخ والتنمية المستدامة، شكرا جزيلا لك.